استاذ رامي المعلم، اهلا وسهلا فيك. اليوم راح تخبرنا عن سحر العلا. اهلا وسهلا، الله يحييكي. العلا اليوم ما هي فقط وجهه سياحيه تيجي تستمتعي فيها ببعض الفعاليات. العلا اليوم وجهه تاريخيه، ثقافيه، سياحيه، رياضيه. فبالتالي اليوم إذا جيتي للعلا راح تستمتعي بكثير من الفعاليات، بالإضافة إلى استجمامك في المدينة وهدوءها. فهذا المزج اللي ما بين الفعاليات والنشاطات وكذلك الهدوء اللي تقدري تاخذيه في عملية الاستجمام، كان الحمد لله مزيج ناجح جدا 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 بالنسبة لنا في العلا. صحيح، وتحس انه هي الوجهة الامثل لكل عربي اجنبي انه هو يلقي هذا التوازن اللي انت حكيت عنه بين الهدوء ونفس الوقت بين الترفيه والايفنتس الحلوة اللي نشوفها عندكم. خبرني عن تعاونكم مع الهيئة السعودية للسياحة، كيف عزز من السياحة عندكم؟ كيف صار في تسهيلات، في اشياء حلوة قاعدين نشوفها؟ طبعا اليوم في بتعاون على اصعده، على مختلف الاصعده مع الهيئه السعوديه للسياحه، سواء في الشراكات الاستراتيجيه، سواء في الشراكات الثنائيه، حتى في الشراكات مع الوجهات السياحيه السعوديه الاخرى. يعني الهيئه السعوديه للسياحه بتتعاون معنا كثير في هذا الموضوع، وفي عندنا يعني مشاريع ان شاء الله قادمه حتى النور في 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 وقت قريب ان شاء الله، بحيث انه نقدر نمزج ما بين وجهتين سياحية أو ثلاث وجهات سياحية بوجود العلا أو بوجود الوجهات السياحية الثانية. فبالتالي يكون في يعني كثير من ال خلينا نقول الانتجريشن اللي هو التكامل بين هذه الوجهات. طبعا العلا اليوم كوجهة للسياحة الثقافية فيها كثير من الفعاليات اللي تخدم هذا المجال، سواء المواقع التراثية اللي موجودة من الحجر إلى دادان وعكمة إلى بلدة العلا القديمة، أو كذلك إلى بعض الفعاليات الثقافية الأخرى، سواء في الفن زي وادي الفن، مشروع وادي الفن، ومعرض ديزرت إكس الأخير اللي يقيم في العلا في أزمث كمان، وكذلك نعم من فعاليات الثقافية الكبيرة جدا فعالية أزمث هي في شهر سبتمبر من كل عام تصير، وهذه حقيقة فيها الفن الغنائي في الشرق يلاقي الفن الغنائي في الغرب. حقيقة يعني أخذت كثير من لاقت كثير من النجاحات والأصداء الجميلة، يعني وفي أجواء كلها تحت سماء العلا. فبالعكس اللي يحب يجي العلا ويستمتع بهذه الأجواء أكيد حيكون هذا الوقت مناسب جدا له. أكيد طبعا. خبرنا عن نظرتك المستقبلية للعلا. طبعا اليوم احنا وصلنا ولله الحمد الى 263 الف زائر في خلال عام 2023 كوجهة سياحية ناشئة. اعتقد هذا عدد مميز الحمد لله. 35% من عدد الزوار كان من زوار عالميين من مختلف انحاء العالم. مستهدفنا هذا العام ان شاء الله نوصل الى حوالي 300 الف زائر. طبعا وصولا في عام 2030 ان شاء الله حنتجاوز المليون زائر باذن المولى. 2035 المستهدف ان شاء الله 2 مليون زائر. ان شاء الله بالتوفيق لكم، ويعني شكرا جزيلا على المقابله الحلوه. شكرا جزيلا لكم، حياكم الله.